الخلاصية معتقل الخلاصية لا تناسوا العقدية لا تناسوا العقدية سوالي أمك الضغط سوالي أمك العدالة ولا بالضغط العدالة ولا بالضغط على الشينة وحت الشينة على الشينة وحت الشينة على الحقرة جات علينا كل يوم استجابة لنداء الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأيضا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بالاحتجاج في هذا اليوم التزامني مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لنطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وبفتح المجال للحريات العامة في هذا الوطن. فلا يعقل في مغرب 2022 أن لا يزال لدينا معتقلين من قبيل سليمان ريسوني وعمر راضي وتوفيق بوعشرين وغيرهم ونور الدين العواج ومحمد باعسو. لا يعقل أن تبقى هذه الملفات عالقة وأن تفبرك أيضا الملفات للمعارضين السياسيين، لا لشيء لأنهم يعارضون سياسة هذا الوطن هذه البلد. جينيرال لو 10 ديسمبر كننزلوا للشارع باش نعاود نذكروا الدوله هذه شنو دايره في حقوق الانسان. البارح كانت مناسبه ديال الكره دونك جلنا اليوم، ولكن الميساج هو واخا فرحانين بداك الشيء اللي داز البارح كنذكروا عاوتاني لهذا لو بوفوار اون بلاس وهاد السلطات، بينما حقوق الانسان في هاد البلاد راه غادي كيتراجع بواحد الشكل خطير. انا ولينا كنشدوا الناس غير حيت عنده واحد الفكره ديال تيفكر في البلاد ولا يناضل على الحقوق ديال الشعب اللي غادي والوضعيه ديالته كتكرفس كيمشي كيتشدوا داك الشيء. هادشي اللي باين بعدا الى ذكرتو زفزافي 20 عام، عمر راضي، سليمان ما كان عاد 3 سنين، ودابا زيان، وما بزاف ديال المهم السميات عندكم وداك الشيء، وما عرفت فين غاديين بينا في هذا الاتجاه، ولكن خصهم يراجعوا نفسه حيت سينو غادي تفرقع خايبه في هذه البلاد وما بغيناش هذا الشيء. هنالك تردي خطير لحقوق الانسان على مجموعه من الاصعده، سواء فيما يمس بالحقوق المدنيه والسياسيه او فيما يخص الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. غلاء الاسعار غلاء فاحش امام عز الدوله والحكومه لايجاد حلول للمواطنين بحيث يكتوون من هذا الغلاء امام ضعف خطير للقدره الشرائيه. لذلك فالبيضاويون يخرجون اليوم بشكل رمزي ليعبرون عن شجبهم وتنديدهم بهذا التردي للحقوق وللحريات. هذا الغلاء الذي مس جميع مرافق الحياة بدءا من المواد الغذائية مرورا بالمحروقات وانتهاءا بالمواد الفلاحية. الأهل الجنة اللي كنحتجوا عليه اليوم وجاو كاع الناس راهم جاو مجموعين لا المسائل الاجتماعيه، الغلاء الاسعار، كل شيء. هذا الشيء هذا زائد السكن لحق المواطن انه يكون ساكن في بلاده وعنده السكن ديالو. الان كتريب ليه البراكه ديالو وما كيتعطاش السكن ديالو، ما عرفناش هاد الناس فين باغيين يوصلوا.